ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل قراءة عامة لمواليد برج الحمل عن شهر اغسطس. يلا نشوف القراءة العامة. هنشوف المال والعاطفة، وهنشوف العمل كمان. نشوف برج الحمل شهر 8. دي قراءة عامة، لو حد عايز قراءة خاصة هسيب لكم البيانات في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. ويلا نشوف القراءة العامة لبرج الحمل. برج الحمل، لو حابين انزل لكم مواصفات الأبراج الخاصة ب برج الحمل اكتبولي في الكومنتس، انزلها لكم لوحدها تكون منفصلة. نشوف كروت أسئلة الملائكة. ناخد كارت. اوكي، اخد لكم كمان كروت الرومانس انجل. نشوف كروت الرومانس انجل هتقول ايه لمواليد برج الحمل. اوكي، تعالوا كمان اخد لكم، خلي بس الكروت دي على جنب، اخد لكم ال Love Oracle Cards. Palm Tree. خلينا نشوف الاول المال والعاطفة، المال والعمل لبرج الحمل، وبعدين ندخل على العاطفة. انا شايفة هنا ان برج الحمل ناوي يعمل حاجة في الشغل، كأنه هيروح مكان جديد او هيعمل مشروع معين خاص بيه للبعض منكم. شايفة البعض كمان عنده مال جايله يا برج الحمل. خليني اقولك الابراج قبل ما انسى، عندك برج الجدي، برج الدلو، برج الميزان، برج العذراء، ميزان تاني. شايفة هنا برج الحمل زي ما قلت لكم بيفكر يعمل حاجة، عنده حكمة في التصرف. كمان خد عندك برج الحمل والطور، عندك الطاقة الهوائية مأثرة على الكروت بتاعتك. برج الحمل هيتصرف بحكمة الشهر ده في الأمور بتاعته، سواء كان خاصة بالعمل أو كانت بالمال، هيتصرف بحكمة وعنده يعني ذكاء الشهر ده مرتفع شوية. كمان شايفة عندك الفور فونس، شايفة انك في امر ما بتفكر فيه، في حاجة شغلة دماغ برج الحمل، وشايفة في انفراجة مالية. البعض عنده خسائر مالية، ولكن مش يعني خسر جزء مثلا من المال، ولكن في يعني جزء متوفر معاه، كأنك مثلا صرفت يعني هتصرف كتير او صرفت مبلغ مالي كتير، ولكن في انفراجة مالية ان شاء الله يا برج الحمل. شايفة كمان انه عندك انفراجات مالية حلوة، وكأن في اخبار عن المال، في فلوس هتاخدها، ممكن تكون عامل جمعية مثلا او بتقتصد جزء من فلوسك.
فالامور واضحة عندي، عندك انتصارة في مكان العمل، كأن حصلت مشكلة للبعض وبيفكر فيها، بس في عندك انتصارة، في حد في الشغل معاك مش كويس، ولكن ان شاء الله الامور بتاعتكم هترجع يعني تتصلح في العمل يا برج الحمل. شايفة امورك العملية هتستقر ان شاء الله، وهترجع تاني تحس بالامان في شغلك. شايفة كمان للبعض في رجوع لمكان عمل كان شغال فيه قبل كده وهيرجع له للبعض منكم. كمان عندك برج العقرب، حط معاك برج العقرب. شايفة برج الحمل بيفكر كتير الفترة دي، ولكن الناس اللي بتدور على شغل ان شاء الله في يعني طاقة نور هتتفتح لك، وفي شغل ان شاء الله هيكون قدامك بإذن الله برج الحمل. برج الحمل دي قراءة المال والعاطفة، دي قراءة المال والعمل. يلا ندخل على القراءة العاطفية لبرج الحمل. شايفة للبعض من برج الحمل عندهم مشاكل عاطفية، والبعض منهم وصلت بيهم ان هما انفصلوا، في ناس انفصلوا، في حد وقع بينكم بينك وبين شريكك، او حد عمل لك والعياذ بالله سحر ذا ديفل. فبرج الحمل عمال بيفكر، و اللي انفصلوا الدنيا يعني باظت بينهم جامد لدرجة ان هما انفصلوا، ولكن شريك برج الحمل حاسس بخسارة لفقدان برج الحمل، حاسس بوحدة من غيرك يا برج الحمل. الناس اللي بينهم مشاكل، فالشريك حاسس بوحدة، حاسس ان هو بوظ العلاقة وحط نفسه في موقف لا يحسد عليه، وعمال بيفكر كتير في اللي هو عمله برج الحمل فيك. البعض منكم اعزب ووحيد، ومش من يوم ولا ليلة، لا ده من فترة طويلة. في البعض انفصلوا وعدى على انفصالهم سنة، البعض المنفصلين عدى على انفصالهم سنة. وانت يا برج الحمل مفيش حد في حياتك، وكمان الشريك في الفترة دي مفيش حد في حياته، مش انت بس، بعد العلاقة بتاعتكم لا انت دخل حياتك حد غيره، ولا هو دخل حياته حد غيرك. فشايفة انتوا الاتنين في وحدة، كل واحد فيكم وحيد. كمان البعض اخدها فرصة انه يفصل من الشريك ويشوف مشاعره في البعد ايه. في منكم اللي انسحب بحكمة، وفي بينكم اللي حصلت بينهم مشكلة ونهوا وجودهم مع بعض. شايفة كمان ان البعض منكم انفصل بسبب المادة، البعض انفصل بسبب الفلوس، او اتفقتوا على حاجة برضو وكان التنفيذ حاجة تانية خالص. عندك كمان الجادجمنت بيقولك ان ده الوقت المناسب لانهاء خلافات الماضي، وان في تغييرات وفي فرص جديدة هتدخل حياتك يا برج الحمل. فحاول ان انت تعالج اي مشكلة مع الشريك كانت قبل كده، لان شايفة ان في رجوع للبعض منكم، في رجوع، في تحول من مرحلة لمرحلة. عايزة أقول لمجموعة منكم في رجوع يعني لحد قديم،
ده مش حد جديد على فكرة، انا مش شايفة في حد جديد الشهر ده لبرج الحمل، بس انا شايفة حد قديم، ففي رجوع لحد قديم. فانت حاول تقيم العلاقة دي، هيرجع يحاول يصالحك، حاول ان انت يعني تصلح الامور اللي حصلت بينكم قبل كده، وعيد النظر تاني في العلاقة القديمة بتاعتك اذا كنت حابب ترجع للشخص ده، ولو كنت شايف ان الشخص ده يستحق رجوع او يستحق محاولة تانية، فشوف انت بقى يعني هتتصرف ازاي. حابة اقولك كمان انك برج الحمل بتفكر في الذكريات القديمة اللي حصلت مع الشخص ده، بتفتكر الحاجات الحلوة، وهو كمان بيفتكر الحاجات الحلوة اللي او الايام الحلوة اللي قضاها معاك، بيفتكر الايام الحلوة اللي قضاها معاك وبيقول يا ريت الامور تتصلح وترجع تاني، وبيقعد يفكر فيك كتير بالليل زي ما انت بتفكر في العلاقة وان انتوا سبتوا بعض، هو كمان بيفكر وحاسس انه خسرك. الفايف اوف كاب، ولكن مازال في امل في العلاقة دي لرجوع برج الحمل مع شريكه. اذا كان زي ما قلت لكم الخلاف كان مادي، فهيرجع واموره المادية ان شاء الله برضو متصلحة برج الحمل، وفي انتصار وفي احتفال، في احتفال عند برج الحمل كأنه انتصارة برجعة شريك سابق اهو، وعلامة نصر للعلاقة العاطفية دي، انتهاء فترة كبيرة من المشاكل بينك وبين شريكك هنا في الجادجمنت، فترة مشاكل كبيرة هتنتهي، لان شايفة كمان ان شريكك برضو بيقعد يفكر فيك كتير، و بالذات بالليل يعني، فبيقعد يفكر كتير قوي في اللي حصل بينكم وازاي ده حصل. هترجع تاني العلاقة احسن من الاول للبعض منكم. الشريك برضو هنا اعزب، ما فيش حد دخل حياته، و برجعته ليك العلاقة هترجع تاني تستقر ان شاء الله بينك وبينه يا برج الحمل. طيب خلينا نشوف كارت الرومانس بيقول ايه لبرج الحمل. give your relationship a chance، بتقولك work on your partnership. الكارت ده بيقول ادي العلاقة بتاعتك فرصة تانية، زي ما انا قلتلكوا يا جماعة في فرصة تانية وفي رجوع للعلاقة العاطفية، قلتلكم في رجوع وفي احتفال، في رجوع البعض وفي احتفال. طيب بيقول ايه تاني؟ بيقول انك تدي فرصة تانية للعلاقة بتاعتك. كمان بيقول ان انت اديت مجهود كبير في العلاقة دي رغم المشاكل اللي حصلت، لكن ممكن ان المشاكل دي ترجع تتصلح تاني والامور ترجع احسن من الاول، ولكن علاقتك دي هتحتاج ان انت وهو تلتزموا في العلاقة العاطفية بتاعتكم علشان توصلوا لاحسن حاجة في العلاقة وتوصلوا لنتيجة كويسة ومرضية ليكم بينكم وبين بعض. الناس اللي نهت العلاقة او اذا انت مش ناوي ترجع للشخص ده او مش حابب ترجع له، هو بيقولك اديه فرصة تاني على اقل، لو حصلت منه حاجة تاني فانت هتقول لنفسك انا اديت كل حاجة في العلاقة دي، حتى فرصة تانية انا اديتها للشخص ده، فهتكون على الاقل مرتاح نفسيا ان انت اديت له فرصة
ان العلاقة ترجع وتتصلح تاني، وما تبقاش ندمان يا برج الحمل. برج الحمل، دي كانت قراءتك العامة لشهر اغسطس. لو عجبتكم لو سمحت ما تنسوش تضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اي فيديو جديد، يوصلكم بيه اشعار. اشوفكم في فيديو جديد.